السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هذا مقال عصب وانك جحل لدونه تاريخ لما قال هذا قدس يسداد أرين آذن أوجين أو كدي مسجد الأقصى متكو المسلمين هنا أرض لها المجد بيت المقدس مقالة القدس قبلذي هرئي مسلمين تا مقالة ماذا حل الشعب كفلسطين مقالة دين تا إسلام كالتاريخ وين كله ما أنت وحي نكهر لدونا مقالة ماذا حل ذلك فلسطين يا قدس قدس وحي كم انتهي مقالوين كأوخ ديمسا عالمك وحيونا عمرو قدو كله بيهي شانكون أوسانو قدس أو معنه ليو هاي مقالة بركيسا وحا مقا عيدا لغو حسي كتب كتورات لحبقو لياسي ديتن جير قدس، جيروسالم، كابتوليا، إيليا، يبوس، صهيون، يا بيت المقدس ومقاعي كلو دوان أو وضا تلماما يهل كان مقالو وحانا كسو مقاعابي مقاعيضان أوضن وما ذيهي كلو دونا أي سومري ماركي وغهري سي تاريخ دا لبكون إيشان بقلو سنوكور ميلادية دا مقالة دا قدس وحا دا غيرير كان عان أو أها قبيل عربيت سقال بقل تضبات تانية تضوص سنوكور ميلادية دا وحا مقالة دا غعان تاكولي غي نبي داود عليه الصلاة والسلام وكتلين يا أفرطان سنو وحانا ودن بيويل كيس نبي سليمان عليه الصلاة والسلام واسنا غعان تاكوها يسودن يسيد أحسنو كدب نبي داود عليه الصلاة والسلام قدس وحا كسو تليه بقرطو يوينكي بابليون بيرشي يا رومانيا وحين كدر تيجا عانتا رومانكا إلا و إسلامكو كلاوريغي سنة كي لح بقل لباتن يكوي ميلادية قدس وحا مرتقلي سيبو قشذي نبي جانا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد إلمي كعبادة بركيسان لو ند إلمي مسجد الأقصى خلافة عمر بن قداب رضي الله عنه مقالة قدس أولو أقون جري إيليا وحافرتي مسلمين تأوه قامين يابا عبيد عامر بن الجراح حون عمر مقعي ذا أبدالي قدس وحانا قدن بيي دولده أمويين تي عباسيين تا وحين السلق وأهيد إسلام كي يدقن كعربيد قرن يا بركدب مقالة وحا كله لمي دولة ير أو مسلمين وحين أودن بين قعانت أوقا شي دولة دي سلاج خد أستند كي كنت ضباطن يكو دي قدس وحي مركلة مرتقلي سي لولن كي أدحيي دولة دي سلاج قد يفادميين وحانا حرقوف تاسكفا إذا استي كريشتان أو مقالة قبصة دي كنت دي لي إنك بلان تضباطن كن أو مسلمين سند كي كن سغاشن يسغال كي سند كي كن بقل سيداتن يتضوذي ميلادية ذا أيو سلاح الدين على أيوب مقالة ذا كسو عليا عانتا مسلمين تكذب دقال كي حدين أو كريشتان كل لقلي وحونا ديبو ديسكو سميي مقالة ذا مركي وسلاح الدين على أيوب دينتي أي كريشتان كو مركلا ديبو قبصة ذاين وحينا هستين تواني يكوسن وحانا كسو عليا نجم الدين أيوب سند كي كن لباب بقل أفرتن يأفرتي سند كي كن شن بقول تواني اللحلي فلسطين وحيد عن طوقة شي دولدي عثمانيين تا او هيستي إلا دقال كي كوادي أدونك او لقو جيبي اي دولدي عثمانيين تا كدب دقال كي كواد فلسطين وحاقب صدي انجريسك وحونا اسمي اسمام القدها او عاصمة وغلقي مقالة قدس وحينا قرمد ميدوب قدس او اقون صدين عاصمة فلسطين سند كي كون سقال بقل افرطانية تضبضي وحانا قدس حلقاس كسو خلقولي مهاجرين يهود اه سند كي كون سقال بقل افرطانية سيدادي انجريسك وحو اعلامي انو اسقب حيو فلسطين او ان لحين عيدا يا سياسة ديسن وحانا جانس كاس كفا يستي يهود او كل باقي دولد عصب و عاصمة دهدو تاهي قدوس تا قلبين هالك قدوس تا برينا ايق عان تا اوغو جرتي دولة دا اردن وحانا ست توس اه قدوس اولا وريغا يهودا كدب دقال كي لحظة مالموت ايه سعودي ايه دحمار يهودا يا عربتا بشي جون كن ساقال بقل لحظة نيتضبضي تيراكوب لا سميهي كون ساقال بقل افرتن ياسي دادي فلسطينيين تو وحي مقالة دا كدقنايين سيداتن ياسي دادي بيعشان بقل كيبا هالك يهودون اي كدقناي توني كولي بيعشان بقل كيبا اوكليا وحي حليقا كدن بايا يهود وحي كسي فيذيين مقالة دا إلا مرايكان كوو اقون صدو عاصمة دا يهودا سيداد أرين آذن أغين أو كدية مسجد الأقصى متكوين مسلمين تا محي مسلمين تغول والسيهين أرين تا الأقصى محي تاهي مهمة دا إلي ذا هاي مقالة بركيسان قدس محي أنو قطي قدس مقالة بركيسان
maxay tahay muhiimadu u leeyahay muslimiinta masjidul aqsa ee qudus ku yaal. su'aalahaas aan kor ku soo xusnay waxaa ka jawaabaya doctor zakir naag alaa xafida maqaal uu ku qoray luuqadda ingiriiska. doctor zakir waxa uu ku soo koobay muhiimadda uu leeyahay masjidul aqsa ee ku yaala magaalada qudus ilaa iyo 8 qodob waxayna kala yihiin: kow, qudus waa magaalada saddexaad ee ugu barakaysan dhulka marka laga soo taga magaalooyinka maka iyo madiina, sida qur-aanku uu caddeeyey iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam. labo, masjidul aqsa waa masjidka labaad ee dhulka laga aaso, waxaana dhidibada loo taagay 40 sano kadib markii kacbada laga dhisay maka. saddex, al aqsa waxa uu ahaa qibladii ugu horreysay ee muslimiinta yeeshaan. muslimiinta alla ayaa ku amray inay u jeediyaan wejigooda xilliga ay salaada tukanayaan masaajidkan ku yaala qudus kahor inta aan kacbada qibla ahaan loogu amrin inay u jeestaan. afar, rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu kula taliyey muslimiinta inay booqdaan masjidul aqsa, wuxuuna u yaboohay salaadaha inay ku tukadaan sida uu tilmaamaya xadiiska ay wariyeen muslim iyo bukhaari. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay saddex masjid u kala safra: masjidkayga ku yaala madiina, masjidka barakaysan ee maka, iyo masjidul aqsa ee qudus ku yaal, waxaana wariyey muslim iyo bukhaari. shan, salaada aad ku tukato masjidul aqsa waxaad ka helaysaa naxariis ballaaran abaalmarin halkii salaad u dhigmata 5,000 oo salaadood oo aad ku tukato masaajidada kale. lix, masjidul aqsa meesha uu ku yaala magaalada qudus waa meeshii rasuulkeena muxammed sallallahu calayhi wasallam loogu gudbiyey habeenkii deelminta israa walmicraaj. muslimiinta waxay rumaysan yihiin in nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam laga soo waday habeenkii deelminta magaalada maka oo u sii gudbay masjidul aqsa inta lagu guda jiray habeenkii deelminta, halkaas uu rasuulka ugu sii gudbay samada. waxaana caddaynaya aayadda suuratul israa: oo micnaheedu yahay waxaa xumaan kana sahan alle allihii dheelmiyey addoonkiisa habeenkii dheelminta, kana soo dheelmiyey masjidka alxaram, una dheelmiyey masjidul aqsa, masjidkaas oo barakaysan hareerihiisa. si aan u tusino aayadaheenna, alle waa maqle wax walbana arke. todobo, masjidul aqsa meesha uu ku yaala magaalada qudus waa meeshii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku hogaamiyey nebiyadii ka horreeyey, uuna ku tuujiyey salaada, kadib uu kaga sii gudbay oo uu ka koray samada si uu alle amarkiisa ugu soo qaado ummaddiisa, amarkaas oo ahaa in lagu soo waajibiyey 5 salaad ee maalin walba aan tukano. siddeed, masjidul aqsa waa meeshii ugu dambeysay ay ku nasteen nebiyadii hore sida nebi ibraahim, nebi yacquub, nebi isxaaq, iyo nebiyadii rafiiqa la ahaa nebigeena muxammed sallallahu calayhi wasallam. qudus waa magaalo muslimiin, hase yeeshee diimuhu kala duwan, ayaa waxay uga dhigan tahay meel barakaysan oo mudan in la hanto. sooyaalka taariikhduna waxay ku tusaysaa in markasta ay gacanta ugu jirtay qolada markaas gacan saraysa, magacaabisteedana ma ahan qadiyad siyaasadeed ee waa loolan diimeed oo soo jireen ah.